امبارح مشاهدينا استقبلنا خبر حلو جدا مليان طاقة وإصرار وتحدي. هو خبر رياضي، البطل فيه السباحة المصرية نجوى غراب، السباحة العالمية صاحبة 81 سنة. كابتن نجوى حصلت امبارح على الميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة للماسترز في قطر في سباق 50 متر حر. إنجاز جديد بيضاف لسلسلة إنجازات البطلة نجوى غراب اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. وبالمناسبة يعني هي كمان شوية عندها سباق تاني على فكرة، وأصرت أن هي تختصنا بمكالمة تليفون قبل بداية التحدي. صباح الفل عليك يا كابتن نجوى. صباح النور يا حبيبتي. اهلا اهلا، صباح الخير يا مصر. اهلا بمصر حبيبتي، وحشتوني. وانتي كمان، يعني عايزه اقول لك طاقتك ايجابيه جدا. بطوله مش سهله خالص، لكن انت قدها، يعني سباحه الماسترز انجاز جديد بيضاف لسلسله انجازاتك الرياضيه في السباحه. ما شاء الله ما شاء الله، بس حققتي ازاي المعادله دي؟ لا انا بس مستعده للسباقات دي يعني من شهور من شهور. بتستعد لها ازاي؟ كل يوم بنزل احمل سباحه لمده 5 ايام في الاسبوع طبعا. ما شاء الله. طب كابتن نجوى، ما شاء الله ما شاء الله، يعني انجازات رياضيه في اليابان السنه اللي فاتت، المركز السابع على مستوى العالم 50 متر حره. أيوة. كمان شويه. أيوة. حضرتك داخله على سباق 50. أيوة. 50 ظهر، فما شاء الله. أيوة. عليكي ما شاء الله، يعني شيء عظيم جدا ويشرفنا. ماشي. عايزه اكلم حضرتك بقى، كلمينا عن اختيارك للسباحه واهم المحطات بقى، يعني عرف الساده المشاهدين اللي ما يعرفوش اسم كابتن نجوى غراب، اهم المحطات اللي انت عملتيها في حياتك في مجال السباحه. اشكرك جدا. اولا بدات بطولات العالم في سنه 2010، وانا كان عمري 67 سنه، ودي تامن بطولة عالم أشترك فيها. وحصيلة الميداليات بتاعتي في الفترة اللي فاتت 11 ميدالية عالمية وثلاث يعني تقديرات من اليابان، ثلاث يعني دبلومة من أحسن 10 سباحات في العالم. والحمد لله الإنجاز بتاعي في 50 حرة ده الحقيقة رقم ما شاء الله الله أكبر، يعني حقيقة أنا اندهشت لما لقيت نفسي التانية. ما شاء الله. إحنا بين كل كلمة وكلمة هنقول ما شاء الله، يعني عايزة أقول لك إنه الشباب والبنات الصغير لما بيتفرجوا على حضرتك يعني بيقولوا لك إيه، بتنصحيهم بإيه؟ عارفة يعني أنا مش هكدب عليكي، بس احنا بنكسل يعني، فانت الموتيفز اللي عندك او دوافعك بتبقى ايه؟ حبيبتي انت لازم تشتروا يعني سنين من عمركم وتعرفوا ان كل حاجه محسوبه، اللي هيهمل هيبقى محسوب له، واللي مش هيهمل في حياته هيبقى محسوب له. فلازم الواحد يفكر في كل خطوه بيعملها في سواء الشباب او الكبار، لكن ما فيش حاجه بتمشي كده من غير حساب. صحيح. مستحيل. طب مستحيل. كابتن نجوى، احنا بنشتري. اتفضل يا فندم. فرصه ان حضرتك معانا، وعايزين نعرف بقى ازاي النظام الخاص بالتدريب، الحفاظ على اللياقه ما شاء الله، كمان النظام. أيوة. الغذائي اكيد عشان. أيوة. تحافظي طبعا على ده، اكيد في نظام طبعا غذائي صارم جدا بتتبعيه خلال الفتره اللي فاتت. والله يا فندم عايز اقول لحضرتك، الرياضه والنظام الغذائي الاثنين مكملين لبعض لازم، لكن ما ينفعش ان انا مثلا اكل اللي انا عايزاه اكله من غير حساب واروح اعمل رياضه اقول انا هبقى يعني كويسه شكلي وجسمي. لا، الاثنين مكملين لبعض. زائد النظام الغذائي ده بيجيك بدل ما تاخد ادويه، نظم اكلك يا ابني. ايه المشكله؟ صحيح. قلل من السكر. طبعا. قلل من النشويات، الحاجات دي كلها انا بعملها من سنين من عمر. طب كابتن نجوى، ايه الاكله اللي بتاكليها بتديكي كده طاقه، وايه الاكله اللي انت مستحيل تاكليها؟ لا، حاجات مستحيله اكلها. انا السكر ده بقالي 35 سنه ما بحطوش في شاي ولا في يعني حاجة. ولا حته جاتو ولا حته جاتو كده ولا حته تورته ولا اي حاجه. لا والله ده معلش، انا هقول لحضرتك انا عندي يوم واحد في اولا الحرمان ده وحش جدا. فانا عندي يوم في الاسبوع كل يوم جمعه باكل اللي انا عايزاه وكمان بدوق خلاص. انا معدتي ونفسيتي اتعودت على اني
ما اخدش الحكايه كده بالطول وبالعرض واللي قدامي اكله، لا 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 لا, لا. لكن الحرمان ده وحش جدا جدا جدا. طب. لازم ترضي نفسك ومعدتك ونفسيتك. طب. فتبقي تقدري تكملي بعد كده الاسبوع اللي وراه وهكذا. انا بقالي 35 سنه والله ما بكذب يا ابني. وانا عمري ما حطيت معلقه سكر لا في شاي ولا في قهوه ولا بشرب الحاجات السكريه خالص. وده اللي خلى حضرتك يعني ما باكلش العيش اسبوع. صحيح. يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الجمعه، وده افضل طبعا، افضل طبعا صحيا جدا. عايز بقى ارجع مع حضرتك كابتن نجوى بقى للاجواء، بقى اجواء بطوله الماسترز في الدوحه في قطر اللي حضرتك يعني كمان شويه دقايق وهتدخلي سباق جديد. أيوه. هو سباق ظهر. أيوه. 50 متر. كلمينا بقى عن انواع. أيوه. المسابقه، المنافسين اللي موجودين في بطوله الماسترز في الدوحه. انواع المسابقه بتاعتي ولا بتاع كل انواع المسابقه؟ كلها واللي حضرتك شاركتي فيها. اللي انا شاركت فيها، انا سباحه فري ستايل يعني حره يعني كرول، فان شاء الله عملت 100 حره وعملت 100 ظهر وعملت 50 حره، والنهارده عندي 50 ظهر، وبعد كده ان شاء الله باذن الله بكره اخر يوم هيبقى 200 حره. انا دي سباقه مسموح 5 سباقات بس لكل سباح، فانا باخدهم كلهم واللي ربنا يكرمني فيهم بشكر عليه ربنا عليه. فانا النهارده رايح ال 50 باك ستراك الظهر، وبعد وبكره ان شاء الله اخر حاجه، وبعد اللي هي 200 حره والعوده الى بلدي الحبيبه اللي ما وحشتني. طب كابتن نجوى في معاكي مدرب بيدربك؟ لا 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 يا حبيبتي، لا ما بيجيش معانا مدربين ولا حاجه خالص. سوري، انا من عمري من 2010 لغايه دلوقتي بعمل كل ده لوحدي والله يا حبيبتي. سوري يعني يلا هقول لك ايه. ما شاء الله بجد. طب بتتمرني ازاي؟ يعني تمرينك عامل ازاي؟ نومك عامل ازاي؟ تمرين ما حدش يقدر يعمله، لان انا والله بتكلم بجد، لان انا يعني كم ساعه في اليوم في البطوله؟ كم ساعه في اليوم؟ عندي مثلا 200 حره دي لها تمرين، ال 100 حره لها تمرين، ال 50 حره لها تمرين، ال 100 ظهر لها تمرين، وال 50 ظهر له تمرين. زائد ان بيعملوا حساب البطلات اللي بيدخلوا معايا في بطولات العالم ايه ارقامهم، طبعا انا حافظاهم قبليهم يعني. بقالي 14 سنه بدخل معاهم يا حبيبي. طب كابتن نجوى، كابتن نجوى عارفين بعض كلنا. اتفضل. لو حابين نعرف كده من حضرتك يومك بيبقى عامل ازاي؟ يوم في حياه كابتن نجوى غراب، يعني اول ما تصحي من النوم ازاي بتقسمي يومك؟ التدريب بيبقى وقته قد ايه؟ بيبقى افضل الصبح ولا بالليل اكتر؟ كلمينا عن يومك يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك يعني انا انسانه صباحيه. يعني ايه صباحيه؟ يعني بصحى من الساعه 5 الصبح اول حاجه اوضب حاجتي، ما باكلش كتير عشان هروح اعوم. اول حاجه في حياتي هي السباحه. بعد ما اروح اعوم والله ببقى سعيده، بعد كده بفطر. لكن انا انسانه صباحيه، مانيش انسانه مسائيه خالص. ويعني الهواء والشمس والحركه، حضرتك عارفة طبعا ان انا يعني مختارة من WHO منظمة الصحة العالمية يعني متحدثة رسمية ليهم لغاية كمان شهرين جاية، يعني سفيرة النوايا الحسنة. هم تستهليها عن جدارة يا كابتن نجوى والله. اختاروني عشان كده. اختاروني لمنطقة الشرق المتوسط كله. تتصوري؟ تستهليها عن جدارة والله، تستهلي اكتر من كده كمان، دي اقل حاجة. خليكي. طيب يا رب يخليك. اقل او كلمينا عن ردود افعال منافسينك عاملة ازاي؟ يعني احكي لنا كده عن مواقف معاهم، مواقف يمكن كوميدية او غير كوميدية، يعني ايه اللي بيبصوا لك ازاي؟ بيقولوا لك ايه؟ والله يا حبيبتي احنا الاولانيه كانت كنديه، كندا، وهي جامده قوي. وانا الثانيه كانت المانيه، واحنا قاعدين قبل ما نستلم البطوله الميداليات. لا 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 لا، اولا هم بيرحبوا جدا جدا بيا جدا. الناس كلها، كل الاجانب بياخدوني بالحضن، يعني عارفه ازاي؟ يعني عايزه اقول لحضرتك الرياضه دي منافسه شريفه طبعا. طب اعمارهم كانت ايه يا كابتن نجوى؟ بيقدر اللي قدامه. امال ايه؟ امال ايه؟ وبقوا يحضنوني ويبوسوني ويباركوا لي الاجانب كلهم من اولهم لاخرهم. طيب كابتن نجوى عايز اسالك، اعمار المنافسين قد ايه؟
اعمار ايه حبيبتي؟ منافسين حضرتك الاولى مثلا الكنديه. كلنا لازم نكون سن واحد. لازم انا بدخل في سن 80 84 دلوقتي، كلنا لازم نكون في المرحله دي فقط. فكل 5 سنوات هي مرحله، فانا حاليا في المرحله دي وكلهم معايا في نفس السن بالظبط. طب ده تحدي طبعا كابتن نجوى، يعني كل مرحله طبعا هو بطوله الماسترز بيبقى سن موحد للسباقات المعينه اللي بيتم الدخول فيها. نقطه تحدي، يعني السنه اللي فاتت كان في اليابان حققت المركز السابع على مستوى العالم كله وكسرت الرقم القياسي، وده بيقول لنا انه رقم، يعني العمر ده مجرد رقم، يعني احنا نقدر نتحدى في اي فتره عمريه في حياتنا. التحدي اللي جاي بقى بعد اليابان بعد قطر، شايفه التحدي اللي جاي ازاي؟ انا بقى حضرتك يعني هم بيقولوا ان في سنغافورة السنه الجايه. والله العظيم يا ابني انا اول ما بقول ايه بطوله عالم، يا نهار ابيض انا لسه ما اشتركتش فيها، يا خبر ابيض الحقوني لازم اشترك. فعندي يعني شغف كبير جدا في المنافسات، ولو ربنا اداني العمر يا رب يا رب لن اتراجع. لو رب. ربنا ده طبعا بتاعت هو بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتي، فانا اتمنى ربنا يديني حاجه لاسم ربنا. يا رب يديك الصحه يا كابتن نجوى. المصريه العربيه باسم المراه المصريه العربيه. طيب كابتن نجوى، الدعم بقى من اهلك عامل ازاي؟ يعني قرايبك اولادك عامل ازاي؟ يا خبر بيحبوني بس ما عندهمش، هم بيحبوا يعني هم يا سيدي يعني موهبه يا مدام حبيبتي، موهبه مش كل واحد عنده الموهبه دي، فاهمه ازاي؟ من وانا صغيره يعني حتى اخواتي لا، لكن وانا صغيره ربنا اداني الموهبه والحب ده والشغف ده. فاولادي بيعوموا طبعا وبيعملوا، لكن ما عندهمش طبعا مش كل واحد، انت حضرتك في مصر كلها مين يعمل كده مثلا يعني. يعني نورتينا وشرفتينا ومبسوطين واديتينا طاقه ايجابيه على الصبح، بنتمنى لك كل التوفيق من قلبنا، وهنتابع يعني عملتي ايه في المنافسه يا رب ان شاء الله الاولى. كل الشكر ليكي سباحه نجوى غراب الحاصله على فضيه بطوله العالم للسباحه الماسترز. كل الشكر ليكي كابتن نجوى، رفعتي راس مصر، وشكرا ليكي، شكرا لصوتك وحماسك والطاقه الايجابيه الجميله اللي تتهنى كده على الصبح. صباح الخير يا مصر، كابتن نجوى غراب بطله السباحه العالميه.